ربح فلوس عن طريق وان اكس بيت يهود الاول كومونتير وغير قال لي يدخل تسجل بهذا الكود برومو غير ربح 130 دولار على اول دفعه له فرجه ممتعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش بخير؟ الحمد لله. هي في الامان ديالك موجوده. انت بغيتي تشوف شي حاجه لابسه غير نتايا ما عند حتى شي واحد. القياد ديالي. ماشي مشكل. المهم كيجمعي ليا. مرحبا. والثمن اللي قلت لك ياك؟ يكون غير خاطر. الامان هي موجوده راه محسوبه لا بغيتي تعرف ويلا السيده واش انت حنا غير نحسبوا من وراك الله ينعس الشيطان ناك كبير دا داو الشيء اللي عندك في المحل حاول راه حاول ما حالك هذا الحبيب ديالي الله يحفظك انت العزيزه يلا الله يعاونك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شو ما كتفسدوا الاخلاق ديال عيالاتنا وهادشي علاش غنبومباردي هاد المحل هذا شنو هادشي وعفوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خويا مدير لا رجع لنا اش بالك فاش تمشي سمع لا ما لقيناش كيفاش نديروا القط ولا غتفرقع دابا خاصنا نحيدوا من هنا أولي رفقي مشى أولي رفقي مشى تبارك الله عليك سعد سعد نوض وليدي راه مشعلك الحال على المدرسه واخا ماما
اجا حبيبي تفطر. لا ماما لا، فات عليا الحال وبداية السنة هذه. سلامة. لا سولي تنديك الطوب. لا بابا. تنديك الطوب. ماشي الطاكسي يا بابا. تفوه سيد العكس تاكسي. انا اللي طلعت الاول. لا خويا انا اللي طلعت الاولى. اختي راه بدايه السنه. انا خويا عندي اول نهار في العام. في غادي نتوما بجوج به الشارع الزرقطوني. شنو بلاصه في الزرقطوني؟ دراسه الجنون هادشي. نتوما غادي في نفس البلاصه ومصدعين لي راسي. Merci d'aller. بارك الله عليكم الدراري، حمرتوا لي وجهي. داكشي علاش دابا جمعتكم، حيت كاينه واحد لافير اللي هي مزيانه. دابا كاينه بنكه زيوا، انت غتشد الفول حيت انت اللي غنتيقفك في الفول. طقه موجود كون هاني. سروكس كون هاني. سلاح موجود كون شي موجود على بركة الله. صاحبي هاد السيلو ديالي وهذا ديالو يلا دور. السلام عليكم، كنقدم لكم راسي معكم الاستاذة لطيفة مسعيد. ان شاء الله هذا العام كنتمنى يدوز بخير وعلى خير، وان شاء الله راه حسبوني بحال خشكم ماشي زعما كاين الاستاذة ديالكم. ايوا كنتمنى يكون ديباط مزيان استاذة بين هذا العام يدوز بحال لا باينه ان هذا العام غيدوز مزيان. يلا احترموا راسكم واحد شوية.
السلام عليكم بنيش. عليكم السلام لالا، شحال الخاطر؟ ها بنيش بغيت نخرج غير الفلوس المرحبا. مرحبا لالا، عطيني لا كارت ناسيونال ديالك وسير ارتاح. اوكي صافي مرحبا لالا، سيري بغيتي تسمع حتى نعيط لها. الأمانة بأن في هذا الدار 200 مليون وإذا وش تبقى لي في الأمانة أنا بغيت رسبع معك الأمانة. مرحبا الحاج، سير ارتاح شوية. شكون بايغ؟ اولدي سير طلع الحصه ديالك، خوي لينا الساحه من هنايا. اهلا استاذه لطيفه، كديره بخير؟ صحتكم لاباس؟ كلشي وداك؟ كيخدم مع الحصات مزيان؟ ايوا الحمد لله الدراري مزيان. الله يسهل الامور. حتى شي حاجه مرحبا بك عندي في البيرو. مرحبا بك معنا في مؤسسه لالا لطيفه. مرحبا بك لالا. شكرا. اخويا شنو كاين؟ شنو صاحب اخويا يكون ارد دمياط يا صاحبي؟ شنو هو دمياط؟ ما عرفتش اخويا شنو عرفت شنو هو دمياط. شحال كاتب؟ تبدا بدايه العام هذه شحال كاتب؟ انت تشوف اخويا مش والو ولا راك كون ازاي؟ باغي تاخذ الساعه. شحال كاتب؟ شحال كاتب؟ شرايك هذا ما انا مشي مات معاهم كيما كيتعداو عليا. شوف من فاسفك الحال، انا غادي ندير لهم شي كاعي هاد المدير. شكرا. ماشي مشكل، ما نديش عليهم. راه اصلا هاد بحال هاد النوع هما اللي كيبغيو يخرجوا على الوليدات. دافق قريت دافق قريت. شكرا. فين غادي دابا؟ عندي حصه ديال الفيزيك. واخا يلاه سير لقيتي في الدار في قريتك. شكرا استاذ.
ياك حلوا ودنيكم مزيان وسمعوني شنو نقول لك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، اش هاد الخبر؟ عافاك خويا بغيت شي اورجي. مرحبا سيدي، افيك بليزير. مرحبا سيدي، نهار كبير. كاينين بحال هادو اللي كيعطو فيهم كليبات، كاينين دي بال على حسب لو شين ديالك شنو كيبغي، واش كيبغي شي نساء، كيبغي بنان، شي حاجة بحال هكا. انت كلشي عند كاينين بحال هادو، اما إلا عجبك تاهما. واخا ماشي مشكل. كل حاجه جمع ليا من حاجه انا بدي غير كيبغيو الكليبات وانا عندك حتى هادي وانا عندك هادي هاكوا هما ثلاثه وكنديروا واحد الحاجه اخرى سيدي نقدروا نجيو عندك ادوميسيل حتى للدار غير اتصلوا بينا بالتليفون ونجيو حتى لعندك ادوميسيل بلا ما تمحلوا تجي هنايا ميرسي بو مرحبا سيدي عليك بارك الله زوين وانا الكليب عندك سيدي واول مره غادي نشوفه هنا في المغرب بزاف ديال لي كليون كيجيو هنا ولكن عمرني شفت شي كلب بحال هكا اول حاجه غادي نمشيو نشدك بغيت نمشيو عزيزه عليا بزاف كان عطى عليا واحد الصديق في الانجليز وما لقيتش انا الذكر ديالو وانا مستعد اللي لقى لي الذكر نعطيه 50 مليون 50 مليون اه 50 مليون وكشاركة لحقاش هاد نتشيواد أغلى ما عندي أنا ما كيهمونيش الفلوس المهم هو هاد نتشيواد لقى لها الذكر ديالها باش تعيش هي حياتها تبارك الله هاكا سيدي هادي كارت فيزيت ديالي مرحبا سيدي إذا لقيتي لي الكليب غنعطيك 50 مليون من فوق كاع هذا كادو من عندي إذا لقيتي لي الذكر غادي نغنيك مرحبا سيدي أنا ندير المستحيل باش نلقاك تبارك الله عليك واش عرفت على جمعتكم اليوم؟ ها؟ السيد هذا من البلبانه السيد هذا السيد مكون عصابه اجراميه فهمتيني؟ سرق بنكه سرق محل ديال الذهب ها هو زناقري ها هو اخواني واش اخويا راه جايبني المشاكل من الفوق انا لا اشاره سيدي انا راك تي عليا الضغط من الفوق انا راه صافي راه غنفاجر انا صافي سيدي كلام خويا غاتصاورو راك خصو يحضر ليا في اقرب وتشريف صافي سيدي 24 ساعه يكون شوفوا شي تخيل هذيك تنكر ولا ما شتيش 24 ساعه يكون عندي يلا سيرف عفا كنسولك واش هاد الكليب باغي تبيعو؟ باغي نبيعو هذا الشيء ولينا في التصارع شيري داب واش تكير؟ انت اش كتسول الدكار ولا شو؟ هابا زين داك بعد يمين من كلبي دقيقة دقيقة الله يلا شوفوا هاد الدقيقة
الله يحفظك اخويا الفول. واش بغيت تبيع هذا الكلب؟ وا صاحبي شو واش بغات طير ليا التبويقه؟ قلت لك هذا الكلب هذا وما باغيش نبيعو. الله يحفظك اليوم الا عندي نتوى خافني انا الذكايه هذه بنتي ليا تبعتك. بالك الذكر هو اللي بالك. شوف اخويا بغيت انت الله في اللي بغيتها نعطيها لك. خويا ادوينا صاحبي هذا الكلب ما باغينش نبيعو. شوف والله تنعطيكم 5 المليون. وا صاحبي وتشتي هذا الكلب وجيبو معايا من طاليان وضرب معايا الطون الحرور. انت كتقول لي 5 المليون؟ والله حتى واقف عليه نعطيكم 10. طق مالك وقلق منك هذا ب 10 المليون؟ ها بغي ينسي شي خير هذا الكلب هذا ولا مفكرك في نابولي؟ ها شكون اللي كيعلى علينا السعر؟ وما تطمعش الطقه كلب خونا صافي. هو صاحبي ماشي الفرداج قال لك وقال لك هذا الكلب وما بيعينوش. يلا شيري مشي ولد. خذ ما حد شوف انا عندك 20 مليون المهم ديالك. اش بالك اشيري الزيو؟ اي اخويا الطقه يمشي كلب ويجي كلب ان شاء الله ليا في السنسله خويا. مرحبا هادي افرنال. واش بالي صاحبي قبل ما يسال انا خويا راك تحسب فين عشيري امانه محسوبه محسوبه ما كاينش غلط. عرفتي شكون 19 مليون و999؟ غتشوف مالا الاخر. لا لا راك في محل ما شاء الله في راش عامل نبي. انا عشيري هنا رجعوا لنا شنو غندوي بعد من الدريه مسكينه اش دارت ليك حشومه حشومه كيفاش حشومه كيف واش حشومه ما كاينش لا لا خلينا في الدياجه ايه بعد من الله شحالكم على البوليس بوليس خويا سايت تبعني بلانات اخويا لا مشاو خويا هذا واحد عندك كتكوت حيوانات هادو جات فيك شي ضربه خويا لا 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 صافي انا بخير انتي بخير بخير انا صافي يلا نمشي كيف كتقرا كنقرا في بنو هيثم وانت حتى انا كنقرا فيها ياك ما تعطلتي على الحصه ديالي لا لا ماشي مشكل ماشي مشكل شي زوينه شكرا زوا هذا هو الحق ديالكم سروكس طقة تبارك الله عليك تبارك الله عليك انت يا الشيف كنا كاع ما كنتي انت كاع ما ناخذ هادشي حنا معاك في اي حاجه انت تامر وحنا ننفذوا الخدمه الجايه ان شاء الله انت انا اللي كنقرر ماشي انت وا بيبي نخرج نتعشاو اليوم ان شاء الله اوكي بيبي يلا جا عندي مهدي بغيت نمشيو ان شاء الله شنو نتعشاو فشي بلاصه
هكذا جا وعدتيني فاننا غادي نمشيو شي بلاصه مزيونه ياك ضروري بيبي ميرسي تفضلي هاي 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 على الباترون انت دابا تحتي بين يدينا تا مراسك عرف راسك مع من كدور وزيدون شكون اللي دخلك لهنا اش دخلني هنا انا غادي نوريك اش دخلني هنا عايش في الرفاهيه وفلوس الحرام اليوم غادي تخلص اولي غادي نتابع على هذا اللي كتشوف ودابا الشريف حيدو عليا من هنايا حيد عليا من هنا سي الضابط دير خدمتك صافي دير خدمتك واش شري شحال كمان واش عارف راسك مع ما كتكلم معانا صافي حيد ما ديش هادشي هنينا الله يرضي عليك هنينا واش عارف راسك اش كدير راه غنتابعكم على هادشي كامل اللي كديروا واش انا فراس مالي الملاير يلا تلي وديري لي المينو تلي وغتع سالي لاباس كيبقيتي من البارح الحمد لله انتي الحمد لله شكرا بزاف على البارح شي مشكل شنو سميتك سميتي سعد انتيا ايه شرف شكرا كانت عندك رياضه اه ولكن ما لعبتش حيت ما جبتش الحوايج انا وصاحب قدروا تمشيو شويه واخا صاحبي منصف انا جا سعد غيخرج عليه الحب اسمع الشريف غتقلب خاطرك ما بغيتيش تورينا دارك ورينا غير صحابك فين كاينين والفلوس فين كاينين خدمت ناديك حنا عارفين اش كنديرو انا ما عندي لا دار لا صحاب لا فلوس لا شريف الدار اللي جبناك منها عارفينها ماشي ديالك حنا راه ما كتخفي علينا حتى شي حاجه عارفينكم ما كتخطوا فيها وكديروا في داكشي ديالكم وريني الدار فين كتكون انت والفلوس فينا هي وصحابك فينا هما وسال الفيلم عاوننا وعاون راسك راه غنبقاو نعذبو فيك شنو هو دابا كتسخف فينا ولا شنو الضابط اللي خدمتك بغيتي تجبد ما غنقولو كيفاش غتقير حل فمك حل فمك لك اويدي تجوعي اويدي نجيبك من التعبل وكاع عما الحوانت كيتسالوني وكاع صحابي الا تسمتشو عندهم ولاو كيسمتشو عليا ويلي وانا مخدام ما والو نجيبك اويدي أفهمي اللي دبرش على هذا النهج الشماح راه غتبقى تعيي في راسك حنا راه ما غنعيوش راه غنمشيو حنا وغيجي في وشخور حتى هو غيعدوك طلقنا وطلق راسك صراحة يا سلام في الدنيا زوج حوايج ما ناكلش فلوس الدرويش وما نهضرش صحابي لا بغيتها تقتلوني يا خدام راك شفرتي موت ما شفرتيش اه شفرت ولكن ما شفرتش الدرويش شفرت اللي واكلين الدرويش ما بغيتيش تجبريك
سي زوير عيط رضوان، هذا ما غينفعش معاه الطب، هذا خصو يمشي يشوف البروده ديال الحبس كي دايره. ما كنت تفكرها؟ كنفكرها كيفاش غنهرب من هاد الحبس هذا. بغيتي تهرب؟ انت اللي تتفرج في هذاك افلام امريكاني بزاف. شنو هو؟ ترى عندي طريقتي اللي غنهرب بها. اش من طريقة بغيتي تهرب بها؟ ماشي مالك دخشي يا صاحبي، بغيت تقشر راسك. ودابا يا السيفيليا المقبرة. سلام سعد. سلام حبيبة. كي دايرة سعد؟ فين غابر؟ أنا في الدار، يلا دوش. بالصحة. لا يعطيك الصحة. حتى أنا غدا عندي امتحان، كنفكر فيك غير انتيا. إن شاء الله غيدوز زوين. أشوفك غدا إن شاء الله نسى تخرج مع 12 سنين. آه صعب. آه كرشي، آه تخوني، غنموت كرشي. تدخل تسمع السيد. أرى لي السوار جاب. كرسي. عصام. أشخوني. شنو غوتش؟ أشرب شي فاني دابا. أشخوني. ولا عيطت عليك. أنت يا شاب مؤمن وطبيب. أشخوني. كرسي. غنموت يا عباد الله، غنموت. أمي كرسي. سكتنا أنت غادي للسبيطار. كرسي. كرسي غنموت. كرسي غنموت. كرسي كرسي. انا ضربه انا عندي 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 قولي الزيوة. خسرو شبالك دابا في هذوك الفلوس اللي مخبيوها في الدار؟ راه ساهله السروك صافي، دابا ملي تشد لافاري غندخلوا للفيلا. انت دابا عند بالك مريقل اجي ودخل للفيلا؟ علاش طقه؟ راه هو ديال كوفر فور. وشنو المعمول؟ المعمول الكودرة عند صاحب، شو عنده هو؟ يعني صاحب شو دابا غاش يكون في الفيلا يا حاجه باينه. صافي سمعونا، حنا غندخلو غنجبدو الفلوس، مهم صاحبته هي عند الكود هي اللي غتريطي لافير، صحة ولا خاطر؟ صافي دي افير مزيانة. صافي مشات. كرشي. حليم دكتور هذا راه مجرم خطير، هو شي حاجة مسمومة. الله يجازيك بخير. على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. الله يجازيك بخير. انا هنا من نفلي اعلم السيدي من حقك. السيدة هو كل شي حاجة مسمومة. عاجقوني. استاذ الله يجازيك بخير، تسناني على برا. دكتور هذا من اخطر المجرمين، انا ندير خدمتي يا دكتور. خليني ندير خدمتي. الله يجازيك على مسؤوليتك يا دكتور. على مسؤوليتي يا سيدي. غندق لك واحد برا غتهدن عليك واحد شوية الصداع. شكرا لك شكرا.
لي واحد المره خليه يرتاح واحد شويه. الريح شو ما عليك خويا قيدنا خويا قيدنا We'll be right back.
كاتبين عليه هنا شكي ديالك اخطر مجرمين مدير خطير رئيس عصابة سرقة ابناء ما تقولش ليا الله معاك اخويا الحاج مصيبة هذه مصيبة ولدك دار مصيبة اجي تشوفي ولدك دار مصيبة شوفي اش هاد المصيبة هذه ولدي اش جاير هنا شوفي فينا هو فينا هو اش هادشي مسينا بابا وشكون هذا انا قولي شكون هذا واش بغيتي تشوهني بغيتي تسطيني بغيتي تخرج عليا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مشكل هذا مدرا مشكل ما عجبتك المصيبه ويكون الدري الاخر تويمي ديالو اش ما تويمي ديالو اش ما تويمي ديالو عندك الصح تويمي ديال الدري اللي كنا خدينا ولكن دابا ديما غتبقى تابعه المشاكل ديما تالي دار المصيبه اللي دار هذا غتلصق في هذا عندنا ما نديرو مشكله والله الا مشكله ما نقدروا نقول لي حتى حاجه مشكل كيما درنا وحنا دابا لا حول ولا قوه الا بالله قولي نفكر واخا كنفكر نزيد شي 10 ديال الخير واش ما تقولش 30 ولا 40 فكره مزيانه نجيبوها ديال هولندا صافي شكرا خويا جلال خويا جلال كبرنا عليها صاحبي هاك طرق راه طق ناري حتى راه هرب من الحبس صح هادشي اللي كنت خايف منه شنو هو المعمول دابا حتى راه خاصنا نحيدو من هنا راه غيطيح فينا غيقتلنا حتى راه مشكله هاد السلام السلام وعليكم السلام بغيت نسولك واش عندك شي مشكله لا استاذ كي بقيتي بعد شويه من رجلك رجلي ما فيها والو البارح كانوا تابعينك البوليس وجيت في الطوموبيل واش ما عقلتيش لا استاذ وقال غير تغلطت لك علاش عندك شي خوك تويمي لا كاين غير انا وبابا وماما ايوا واخا صافي ويلا يلا نوصلك معايا لا استاذ انا اصلا كنسكن غير هنا واخا يا سلامة أستاذ
او كتسكني هنا بنت ديال الباص اخاوي. اه راه كنسكن غير فهاد الفيلاج اللي قدامنا. اه مرحبا بك، ما تخاف معوان. لا بالعكس ما تخاف، نقول مرتاح. مرحبا بك. مرحبا بك الجنة. شوف العروبي هذا، هذاك العروبي، هذاك العروبي شنو كتسمعش؟ كونتاكت ها هو الكونتاكت وما غاديش تاع. ياك بغيت ندير معاك مزيان نوصلك ولا حالي الكونتاكت. طافي الفرقة. ما شفتهاش موجودة. سلام البابا. اسمع يا اخويا، والله اخويا شاد طقة وصراو ثم اللي قدموني في هادشي اخويا. صافي وقع لك طقة. زين واش بان لك؟ عيق بزاف اصاحبي. انا نعرفك من دابا. الو السلام عليكم، الشاف معك فاعل خير. المهم انا بغيت نخبركم بهذاك المجرم اللي شفر البنكه والمحل ديال الذهب. نعم زين ملي قدموك انت اصلا معاهم، وهادشي اللي راكب عليه بخيري انا. صفتوني للحبس وقتلتوني عشيرتي وما كنتش كنضيعكم في الريال، ولكن دابا جات نوبتكم غتخلصوا بواحد بواحد. اسمعنا اخويا أخوك أنا بادي، أخوك أنا الله مهدي، أقشلني أخوي مهدي. عارف نجيبك سنارة تاكلك كل حد نخرجك في عيني نحطك عارف نجيبك سنارة تاكلك كل حد نخرجك في عيني نحطك ايه يا للا انت عمري وانتي قلبي وانتي ما بينه ايه ايه يا للا انا وياك انا وياك نديرو حل عمري وانتي قلبي وانتي ما بينه ايه ايه يا للا انا وياك انا وياك نديرو حل للا حرف نجيبك سنارة تاكلك كل حد نخرجك. جو زوين اليوم يا زوين او كاين شوية ديال البرد واو مش بصح بايقين يا عافر ايه
حس براسي سعيد. بيزان خندوش صافي. اصبر وي بونسوار. مساء الخير لالا. مساء النور. يا سلام اليوم انا يومين بيتزا. او ثانك يو سو ماتش. شكرا بزاف. شحال عندي؟ انا فرونتمي. شحال عندي؟ فرون 300 درهم. 300 درهم. داكور دقيقه ونجي عندك. يا سلام. اوكي يا سلام. العمر ديالي والحبيبة ديالي في الدوش. الزين ديالي. ايوا سيدي هاي البيتزا وصلت كيف ما وصلنا عليها. مهم حطي هذيك البيتزا فوق الطابلة وخلصي قبل ما تبغي الشيء عطيني طريف. هي الأولى البيتزا ديالي. ها تاكل وتعاود إن شاء الله. صحة وراحة. الله يعطيك الصحة الزين. أنا غادي نرجع. تلقي راسك. صاحبي سير معنا مش خبز كارم صاحبي صلي جسك بخير صاحبي. تدبا زين ديالي هاي زيديني شي طريف. الله يخليك ليا زين ديالي. زين ديالي واجي دوك الحدايا البان واش حولي فاش كنبغيو نذبحو كنعلفو. والله ما انا خويا المهدي كلشي سباب والجلالي والزيوخ. انا ما كنتش باغي هادشي خويا المهدي. نتوما كاملين كتقولوا نفس الهضره ما حد الميت ما يقول قدامه السعد. ودابا تفنتي قبرك بيدك.
عبد الفوال مالي خونا كيخرب الصباح خدام في العشيه وفين البيتزا ترى لنا شي بيتزا ديت تكمل بسال شوف ماشي تشوف انا بيتزا بالله تورغلك شكون خاصك تخسر خسروك عشيري بالروج كيقراو معايا ديما كانوا كيتعداو عليه ما عرفتش علاش هارب كيشبه ليا بزاف ولكن اخويا السعد راه كيقولوا يخلقوا من الشبه 40 عاتي بابا وماما يسحبوني انا مجرم خاطئ شوف اش غنقول لك خصك دير شي حال راسك ضروري هذا الشيء راه يقدر يدي حتى للحبس حبس كاع راه شوف راه مشكل كبير هذا طحتي فيه دابا كاين انا اخويا ما كندير والو انا باغي غير نقرا انت ما كدير والو ولكن الدين ديالك على الاخر خصك تشوف شي حل ضروري أجي هيا بعد مني مالك ما ماليش ما عارفش مالك لا ما عارفش كدير فيها البراءة ما نوريك مالك ماشي أنا ماشي أنت ماشي أنا شحال من خويا ما تبقاش تدوي معايا من اليوم هاد جبد لي صداع مع دارنا انا ما قاداش على المشاكل مابغوش لي عارف هادشي ومن صيف ما فهمتش انا على التي ما حاقرين عليه وهذا كيدير مشاكل وانا زعما دير فراس مريض ما نعرفوه دير لي المينو زعما ما نعرفوكش حنا بقاش في بيريكم ضاد تنكر كيف ما بغيتي شادينك شادين خاشي انتيا موت سعد ايا ولدي ويلا فاش كنت خارج انا وياه من المدرسه وقفوا عليه البوليس هما يدي ومالو ما عرفتش يا خالتي الحراش سدوه البوليس ما عرفتش لبس فاش كنا خارجين وقفوا البوليس داروا لي المنط الضو علاش هاكا عمي بسلام علاش يا قولي انا مشيت سير جيب لي التليفون جيب سلبي السلام عليكم شحال عندك الشريف شوف ولدي مشي لهنا سميتو ولدو سعد بن موسى سير حتى الغدا خارجين دوريه ما يمكنش تشوفو اليوم ما كاينش اليوم صافي سير الشريف حتى الغدا ما كاش شريف مالو انا ولدي مشي لهنا هنايا ولدك عندك صوتو عندي صوتو انا شوف اكد هو هذا ولدك مأكد واش مأكد مأكد ولدي هذا
ولك اش بعد بلاينا تشري كاين شي غلط واقيلا ترا تعرف حسن منا حنا ولا ولدك اخاوي البنكه وهربان من الحبس انت كتقول لي ما دير والو ماشي ولدي اكد ماشي ولدك لا هذاك اللي خاون ماشي ولدي واخا شريف سير تغدا وجي عند الرئيس راه غادي يفسر لك اشنو كاين سير حيد عليا تحيدني هنا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه منصف سمح لي اخويا نسولك ما بانش لك ساعه شتو غابر اليوم فراسك شنو واقع شنو واقع البارح فاش تفارق شي شويه داو البوليس علاش المشكل اللي واقع لي هذاك اللي كيشبه لي خارق لي مشكل كبير علاش ماشي هو شوفي ثقي بيا انه ماشي هو غير مظلوم خليتك على خير يكون خير ان شاء الله واش بقالي لا راح الغالي ما يحس بيها غير اللي حالو من حالي حتى الدمع ما قدرت واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني صبري ما غادي صبري غادي 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 راسك امولا غادي 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 شوفي شكون لك شوفي سمعنا خير شوفي شوفي سلام عليكم سندس خالتي واش هادي دار سعد هي بنيتي تفضلي سلام عليك السلام عليكم يلا انا نمشي نصلي يلا بغيتيش ليا بنيتي شكون انا خالتي كنقرا مع سعد وجيت نسول ما فهمتش هادشي اللي طرا لي ما عرفتش وبنيتي هادشي اللي كتب لينا سعد راه نعم ربي هاد السر قديم الشرقي كان مبلي كان يكمي وكان يشرب وكان يتكرفص على مرته والريال اللي دبرت عليه كيحيدو لها شبغا كدير انتي سيرش خدمي وجيب لي فلوس والراجل واش ما بغيتيش حيد عليك هاد البنيه مازال بنيه شادي راهي حب في قلبي شنو نقول لك واحد الكلمه انا راه ما بقيتش قادره نخدم كتسمع انا راني عيس عيشي واش شي مسطي ولا مالك بغيتي ولدي تزاد ما يلقى ما ياكل وتسيري خدمه وجيب لي فلوس ياك سيدي على الاقل ما كانش عندك النفس عليه تكون عايله ولادك بعده ولادي راه عندي انا من نفس داكشي اش كنقول لك سيري خدمي وديري النفس وخليني انا حدا قراشي عرفتي شنو اضيعت شبابي معاك والله كنضيع مازال غير الوقت اما انت راه ماشي راجل راه ندرس على نهار يتزوج بك فيه انا ماشي راجل مزيانه قنعت براسي معاك الا طرات لي شي حاجه راه بسببك انت بسببي انا وتشي سيري سيري شدر شمال كرش واش تلصق السلام عليكم السلام سي الحاج يا بسم الله يا بسم الله جميلة نعم جميلة نعم ماشي السلام حاج وعليكم السلام يا ربي خير الحمد لله تعبت شي شوية اللهم لك الحمد بقات شوية هذيك السيدة مسكينة ما يرضي عليك إلا لقيتي تساعدي معها لا ضروري الحاج سيرتها ترتاح تتولد إن شاء الله ما يرضي عليك وعطيها شي بركة ضروري الحاج ما نخليهاش بلاش لا يفك على خير يا ربي آمين ما شاء الله حملات ما قدرتش نخليها عندي الدرب تمارا صيفتها لدارهم ترتاح وكل نهار كنصيفط لها الفلوس بحالها باقا خدامه مالكي
لا انا دابا غادي نوض نكمل شغلي. لا بنيتي عيانه غير سير. لا راك عارفه راجلي كيفاش داير، راه الا ما خدمتش وجبت ليه الفلوس غادي يجري عليا. فلوس خدمتي ما تنقصش منهم ولا درهم، نوصلهم لك حتى للدار. يا سيري ترتاحي. الله يجازيك بالخير. ماشي مشكل، انا نوض نكمل دغيا وغادي نمشي. لا بنيتي عيانه غير سيري ترتاحي. ولكن ما غادي تنقصي لي والو. لا ما تنقص لك بنتي حتى حاجه، امانتك كتوصل لك حتى للدار. الله يجازيك بالخير. الله يجيب لك الشفاء. صباح النور. شكي يلا جاي. يلا فقسي. يلا هذه الفريلة. شغل نعطيك على الأقل تلقاني راه هادشي ثقيل علي وعارفني حاملة. وتشي أنا راسي مشقل علي وعارفينك تفكرين وصافي. جربهم مصدعين عطيني الفريلة غير ماشي. شوف الله يخليك، انا جاي عيانه كتسمع، خليني نمشي نرتاح باش نوجد لك ما تاكل. وما باغيش ناكل. كولي انشي كولي انشي، عطيني نمشي نشري الشرام والكارو، راه تقطعت انا راه ندير شي حاجه راه غنضر راسي معاك. عطيني اضرب شويه راه الناس كيسمعوا. شي سمع اللي باغي يسمع، انا ما صوتيش. عطيني باغي نمشي البلديه. انا عطيني البلديه. شغلي نعطيك عطيني البلديه. عطيني جات وقت الولادة وما عرفتي التويميين كتكون ولادتهم شوية صعيبة. ما صبراتش وتوفات وخلات الوليدات لبا. الحمد لله. مبروك السيادة مرتك راه ولدات توام. توام محمد شكي ربي وشكاش. الله يرحم لك الوالدين انا كنخشي. بارك الله فيك. الله يرحم المسكين. كيفاش الله يرحم المسكين؟ مشينا عزيناه ولقيناه مقهور. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك في راسك. مشى معكم. بارك في راسك. مشى معكم. بارك في الصبر. اللهم امين. الله يوالي بالرحمه. يا ربي امين. خلنا عرفتينا ولا لا؟ لا ما عرفتكم. انا اللي كانت خدامه عندنا المرحومه مريم. عودات لي عليكم ماسكي. ايوا بغى الله دا الله هادشي اللي شي بغى الله دا الله يوالي برحمته. يا ربي امين. يا ربي الله يوالي. خلات لي واحد جوج شوام انا مكرفس معاهم دابا. ما والله ما بقيتش عارف من ندير. دخلت والله الا دخلت كون خير ان شاء الله. هادشي اللي كاين كون خير. هادشي اللي كبرهم في حياتي. يا ربي امين. الله يحفظك. الله يخليك شي حاجه اتصل بينا ان شاء الله. الله يخلي لكم صحيح. كي داير معاهم انت؟ انا بالصبر. بالصبر الله يعاونك. قدرة الله ياك. الله يعاونك. اللهم امين. الله يوالي بالرحمه مسكين. اللهم امين. السيد مغلوب مسكين مغلوب. الدراري غادي يمحنوا بجوج. علاش هذه هي الفرصة؟ علاش ما تشوفيش معاه؟ ناخذو عندو وليد وتهلاو فيه اللي خصها تعطيوها ليه وربي انت. انت انا راه ما كنوليد ما كرهتوش. انت انا ما كرهتش. ونعطيو شي بركة باش يكون على كرهتوش. والله العظيم. ونتهلاو. والله شوفي.
السلام عليكم. السلام عليكم. انت وليدي الا جات على خاطرك نتعاونوا معاك على دوك الوليدات ما كنولدش عطيني واحد. ما قادرش يكبر دوك الوليدات وما قادرش تاع على راسي. شنو نقول لك اخوتي؟ انا مكرفس مكرفس معاهم في الصراحه. نقدر نعطيك وليد تربي لي. مرحبا. الله يخلي لك صحيح هذا الشيء اللي غنقول. وليدي انا غنديرهم في عيني. الله يخصو حتى خير ان شاء الله. اسمح لي يا وليدي. والله ما قادر نتخلى عليك. ولكن يا وليدي مكتاب لك تعيش مع ناس اخرين. انا غادي ان شاء الله فوق وصافي. ولكن انت ربي بغاك تعيش مع ناس اخرين وليدي. اسمح لي يا وليدي. اسمح لي يا وليدي اسمح لي. قلبي ما مطاوانيش يا وليدي. وهضرت مع الحاج ما جابش لنا الله من كرشنا قلنا ناخذوا داك الوليد وسميناه سعد. والله تشري لي وليدي انت خير معايا وليدي الله يرزقك الصبر. من وخو وربي تمسح وخو بقى عند بوه تري خرج طريق بزاف وأي حاجة دارها كيمشي فيها سعد ودرك سعد راه في الكوميسارية شافوه من قبيلة ومش مسكين ويجي بل من غتبقى غيبقى هنايا 24 ساعة نشوفو شنو غنديرو. وكلو قال لي هادشي وما تيقتوش قال لي ماشي أمن وبنيتي راه كيتقدم حيت تحطيه هو وخوه ما تعرفيه هذا من هنا وهادشي اللي قسم لينا الله. دراري وجدوا ريوسكم ما نبغيش الغالة يلا 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 الدراري. انت ولدي جبالهم داروا لك هاد الحالي حشومه الشاف تكرفستو عليه بحال هكا. احترمي راسك اسيري فيا الشاف راه حنا محتارمينكم ولكن ما ديروش في ولدي هاد الحاله هذه حشومه عليكم عيب عليكم والله الا عيب عليكم بالله. حنا راه ما تنظلمو حد ولدك راه من اخطر المجرمين تسمع وغادي يقول لك دا احترمتك على خبز الشيب ديالك هذا تليفون ولدك هيا تتهضر معاه هادي شريكتك شريكتك هادي ياك راه حنا غادي نعرفو. وفين السبع؟ سمعني مزيان عندي الكرة ديالك راه معايا إلا بغيتي ما يطرا عليها والو ما تجي عندي تليفوني في البيضة سمعتيني مزيان. وشكون هو هذا؟ يلا يلا سلمي عندنا مالا ديال واحد الدريه كتقرا معايا ولكن هذا اللي بلو ما عرفتوش شكون هو. احنا غنشوفو هادشي نوضو ولدي يجمع ليا العناصر ونفكو هاد الجرة ونتوما غادي تمشيو معايا يلا. أنا
سمح لي بزاف وليدي. تقول شحالك كاك الوالد ما عايش في ديك العيشة اللي كانت خاصني نعيشها لك باش تكبر ودير شي حاجة في حياتك. أنا يا الوالد وليدي عندي لك واحد السر. سر؟ شنو الوالد السر؟ أمك نهار ماتش بسبب الحمل ديالها حيت كانت هزة توام في كرشها. توام؟ كيفاش توام؟ نهار تزاديتي في الدنيا وليدي تزاد معاك خوك والناس اللي كانت خدامة عندهم أعطيتهم ليه يتبنوه. فكين الناس هذا؟ فكين الوالدة دمنا؟ كين وليدي الوالد 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 والوالد. تمنيني اخويا انا راه ما داير والو. لا انا اللي ديك الدريه وقيله غير تشابهت ليك والله اخويا. كتب واحد قدام البوليس هذاك الشيء اللي كان بيناتنا هذوك الفلوس اللي رقعتينا فيهم ودوك اصحابنا اللي قتلتيهم. ها الله يتا اليوم تصاحبتك شي غتموت وانا غنبين لك شط شي اليوم والله حتى غنفليك تو صاحبتك من حشومه. وتي الدريه حيدوا لي البيروت خلوني البريه انا وياك. حلوا لي البيروت هاولي خاتل لنا الدرية أسرف حمودة. يلا بالي وبي سمع عليك سمع عليك سمع عليك سمع عليك سمع عليك سمع عليك سمع عليك. لا ما يمكنش هادشي كيمشي. مهدي دلت عاد ديشو عليا يا اخويا ومن دمنا ولاح ودابا جاتنا وبشكل ما تكرفص عليك وغنتعدى عليك شفت ليا صاحبتي وغدرتوني انا كديت فيك وما خير. اللي قلت لك الحال هو دارها وجهك كتبت فيها وليدي ما تراك لا اش هادشي. خويا اسمح لي بزاف الوالد قبل ما يموت عاود لي الحقيقه كامل. انا عارف اخويا بلي هادشي كامل طرا لك بسبابي انا والحمد لله لقيتي ولاد الخير كبروك وتهلاو فيك وما طلعتيش بحالي. طلع.
ماما جوج عليا. مرحبا وليدي، غلقاو بحسن منها. كم بغيت تعالوا.